اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناه منعطف ابو محمد في حياه اهل الريف. ان شاء الله هنوريكم ازاي هيبدوا السوبر اللي جاي، جايبين بالعربيه تريلا في قلب العربيه. المهره دي بتحرن المهره دي حرنانه. ما تضربوهاش ما تضربوهاش. سيس 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 ما تضربهاش. بس ما تزهقش يا حمود. بس يا ابني ما تضربهاش، مش هتيجي بالضرب، مش هتيجي بالضرب يا ابني، وده ما تعورهاش. مورا كانت حرنانة ساعة تمشي. هتطلع من هناك كده وخدها على على الأرض اللي هناك. اها بص البني ثانية. هيبدو اللي بقى السماد دي اليمة التانية. هيبدو من على العربية على طول. ما بيفتحش بقى دلوقتي. بيدره كده، بيدر بيبقى حلو. الارض، ارض البطاطس وارض البرسيم، خلي الارض طريه. صلى على النبي. خش هنا، خش خش شوي. الحاج سعيد جاب له. عبي روح انت عبي التاني. يلا يلا عبي التاني على المجيد. يلا بالصلاة على الرسول. خش يا عقل. الصلاة على النبي. السماد ده حلو، الارض السوبر ده. حاج محمد، حاج محمد ده حلو الارض، بيخليها بيخليها ناعمه. الراجل ده جايب بالعربيه هناك، هوك بالعربيه قلاب، جايبناها جايب 4 طن 8000 للارض كلها، يجي 8 فدادين. حاج محمد عامل تراب ليه في الارض؟ ها الله عليه نور. حاج مصطفى مرحبا. الحاج محمد عامل تراب ليه في الارض هناك؟ عامل ايه تراب هناك؟ والله تابع احسن حاجه عملها. حضرتك
بعيد ليه كده جنبكوني؟ ما هو في اخر ارضه بقى. نار يا ابو حر والله.